بتكلم بحضراتكم مرة تانية، والفقرة دي بقى يعني هي فقرة الثوار. يمكن التعليم من قديم الأزل الحقيقة كان عندنا، يعني كنا بنوصفه أو بنسميه بالتعليم العقيم. عندنا عقم في المواد الدراسية اللي كانت محطوطة، المناهج تقيلة وكتيرة جدا. يمكن حصلت زي ما بنقول ثورة من بعض الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي على أو ضد نظام التعليم، وصفوه زي ما أنا بقول لحضراتكم بالعقيم، وكمان المناهج التعليمية يعني مناهج كتيرة جدا، يعني غير ان هي مناهج قديمة والكتب كمان ما بنفهمش منها حاجة، بنضطر ان احنا نلجأ للكتب الخارجية. فهم مجموعة من الامهات اتجمعوا علشان يعملوا حملة ويعملوا ثورة ضد التعليم. بصراحة هو التعليم كمان محتاج ثورة، يعني احنا النهاردة بقينا نعترض على اي شيء، نحتج على اي شيء، لازم نعمل له ثورة عشان صوتنا يوصل للمسؤولين. الأمهات دول عملوا إيه؟ الأمهات دول دشنوا صفحات مختلفة وكمان مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك، وكمان عايزة أقول لكم إن هو يعني الهاشتاج ده انتشر جدا كمان على تويتر، وهم كانوا بيحاولوا إن هم يوصلوا صوتهم زي ما بقول لكم للمسؤولين اللي حطوهم تحت ضغط أكتر من أولادهم، لأن اللي بيذاكر واللي بيشيل المسؤولية واللي بيبقى خايف على الطالب أكتر منه هو أكيد الأب والأم، ويمكن هي الأم، لأن الأم هي اللي بتودي الدروس والأم هي اللي بتقعد تذاكر وتشيل الهم أكتر. الموضوع ده طبعا هنناقشه بشكل أكبر وبكل تفاصيله مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذة نهلة سيد حسن، مسؤولة بصفحة تمرد ضد المناهج التعليمية. أهلا بحضرتك ومنورنا وصباح الورد. كمان أستاذة أماني محمود عبد الحكيم، مسؤولة بصفحة تمرد ضد المناهج التعليمية. صباح الورد على حضرتك واهلا بيكي. صباح الورد على حضراتكم، ويعني انا ام زيكم. بس خليني قبل ما نتكلم ونتكلم عن الثوره اللي انتم عملتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، نفكر المشاهدين والامهات تحديدا عايزين تتواصلوا او تشاركوا معانا في يعني فقرتنا. تليفوناتنا تبقى قدام حضراتكم على الشاشه، 9207 ده رقم الاس ام اس بتاعنا. خليني يعني أبدأ مع حضراتكم، وقبل ما نبدأ عن الهاشتاج اللي انتشر ثورة أو تمرد على المناهج التعليمية، عايزين نقول للناس أن أنتم مش تبع أي حد، مش تبع تمرد اللي احنا عارفينه خالص، لا تمت اليوم بأي سبب خالص. احنا أمهات عاديين جدا وملناش أي أهداف غير أن احنا يعني مصلحة ولادنا مش أكتر. لأن أنا عايز أقولك أن في صفحات كتير جدا انتحلت شخصيتكم وخدت منكم نفس الأفكار اللي أنتم بتقولوها، وكمان زودت عليهم مطالب. طبعا كلامك طيب. مش مسؤولين عنه إطلاقا. خلينا نبتدي ونتكلم، أنتوا الفكرة دي جت إزاي؟ يعني هل أنتوا كلكم متجمعين في مدرسة واحدة، ولا عملتوا بيج على الفيسبوك واتجمعتوا؟ يعني قولوا لنا الفكرة جت إزاي. نبتدي في مدام أمين. من السنة اللي فاتت ومش كلنا في مدارس واحدة، احنا أمهات مختلفة، لأن في كذا جروب لأمهات ستة ورابعة وتانية، فبتبقى مدارس مختلفة جدا وكلنا بنخش عليها عشان نحصل على مثلا مواد دراسية معينة أو نسأل بعض لو في حاجات مش فاهمينها. فاللي حصل ده كان السنة اللي فاتت، وكنا في صعوبة جدا في المناهج، وبعد ما خلصنا ستة وكله مراحل تعليمية مختلفة يعني بدأ يحصل بقى ان الناس كانت مخنوقة جدا بعد ما الامتحانات خلصت، وبدأت مدام سماح عملت الجروب ده وعملت الهاشتاج، وبدأنا كلنا ندخل عليه واشتركنا كلنا فيه عادي جدا، وقعدنا فترة. مدام سماح دي هي مؤسسة حملة تمرد ضد المناهج التعليمية. فجينا في الأول يعني ما لقاش يعني هو الهاشتاج عموما انتشر، يعني انتشر كتير وقعدنا فترة كبيرة عليه، بس مع الوقت خلاص تعبنا ونتكلم ما فيش حد بيرد علينا. فرجع بقى حاليا دلوقتي في وقت الميد ترم، فالناس صراحه يعني وصلوا لدرجه من الضيق يعني وصلت لاخرها يعني زي ما بيقولوا. بس وخلاص بدات الهاشتاج ينتشر تاني، بدا الجروب يتفتح تاني، بدانا ننتشر ونتجمع من اول وجديد، وعايزه اقول لك الاعداد مهوله، مش زي حتى المره اللي فاتت. انا عارف، انا جايه لكم، انا كمان بنعمل ابروف كل ما فيش ثواني نبص نلاقي كميه ناس رهيبه عايزه تدخل الجروب وعايزه تشارك وعايزه تتكلم، وبتلاقي حتى مشاكل انت نفسك ما كنتش بتفكري فيها يعني بتلاقيها اتعرضت قدامك. طيب عايزه اروح بقى لاستاذه نهله، ويعني الله يكون في عونكم انتوا الاثنين صراحه، لان انا شايفه انتوا يا عيني شايلين كتب قد كده، اكيد برضه هنعرف ايه حكايه الكتب دي. انتوا بتطالبوا بتعديل المناهج التعليميه وليكوا كامل الحق وكامل الاعتراض. هل في خطه في دماغكم انه المناهج تتعدل ازاي دلوقتي؟ لو في اي حد من المسؤولين بيشوفنا اكيد هيكلمكم، هيتواصل معاكم ويعمل معاكم مقابله ويقول لك قولي لي ايه الخطه اللي في دماغك، عايزه المناهج تتعدل باي شكل. هل المعلومات تتخفف شويه، ولا المعلومات يعني
المنهج او الكتاب يقل مثلا عدد صفحاته او عدد الشابترز اللي فيه، ولا عايزاه يبقى ايه بالظبط، شكله عامل ازاي؟ طبعا هو طيب احنا قبل ما ناخد اجابتك معلش هنقف عند النقطه دي، بس ناخد اول تليفون لان اكيد الناس حابه طبعا تشارك، واكيد الناس كتير حابه ينضموا ليكوا معانا. استاذ عبد القادر صباح الورد على حضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. والله انا يعني عندي تعبير للتعليم في مصر. اتفضل. التعبير التعليم في مصر يا اما احنا الحكومه بتعمل مع اولادنا ان هم طيران تجارب، كل وزير يجي يجرب فينا حاجه ما تنفعش، ويجي الوزير اللي وراه يجرب حاجه ما تنفعش، فاحنا كده اولادنا طيران تجارب، يا اما تجاره وده اللي بتقوم بيه المدارس الخاصه في مصر او المدارس للاسف الاجنبيه او حتى بعض المدارس الحكوميه. حضرتك عندك اولاد يا استاذ عبد القادر؟ حضرتك ايوه انا عندي اولاد. المراحل التعليميه ايه؟ ثانيه ابتدائي. تانية ابتدائي. طيب هل حضرتك فكرت ان انت تنضم لصفحة تمرد على المناهج التعليمية؟ انا انضميت بالفعل للصفحة، وكمان في مشاكل كتير. المشكلة مش زي ما قلت لحضرتك، مش في المناهج بس، المشكلة في طرق التدريس، في التعامل مع الطلبة، المشكلة كمان من الباص يعني. لكن تخيلي ان انا مفاجئ ان انا عندي 25% زيادة عن الباص من غير ما يقولوا لي اول السنة في زيادات. لا وكمان عايز اقول لحضرتك على حاجة استاذ عبد القادر، يعني معلش يا استاذ حضرتك اسمعيني. اتفضل. انا ابني في مدرسة القومية بالعجوزة، فوجئت السنة دي ان في زيادة 25% في الباص. ماشي دفعنا مفيش مشكلة، بس انا عندي مشكلة تانية ان الولد ملوش مكان في الباص. انا اما باجي اركبه فوجئت ان هو بيقعد جنبه اتنين والباص يعني حضرتك دفعت سواق. يعني ثانية واحدة بس خلينا نقف عند النقطة دي. حضرتك دفعت المصاريف بتاعة الباص وال 25% كمان الزيادة، والولد ملوش مكان لوحده؟ ملوش مكان لوحده، بيقعدوا ثلاثة في الكرسي، وبعدين البيت السواق بتاع الباص بيغسل الباص الصبح قبل ما يجي، ويبقى فيه ميه، والولاد يقعدوا طول النهار كده في البرد دوت. طب تسمح لي اقول لك حاجه يا استاذ عبد القادر معلش، اصل انا 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 بعاني نفس المعاناه اللي حضرتك بتقولها دي، لكن مش يعني مش فكره ان هو ملوش مكان. يعني قمه الاستهتار ومديري مدارس ما يعني سوري ما بيعرفوش اي حاجه. لا اقول لك حاجه بقى، دي مش مشكلتهم، ومش مشكله مدير المدرسه، دي مشكله وزير قاعد لازم يختار الناس اللي وكلاء الوزاره والناس اللي بيساعدوه. يعني لا اقول انا اسمعني بس، انا عايز اقول لك ان دي مش مشكلتهم بجد. عارف ان دي مشكله مين؟ دي مشكلتنا احنا، لان احنا للاسف انت حضرتك عندك شغل بتشتغل، مامته اكيد بتشتغل، فلازم انت بالباص. والله يا فندم انا بوافق على ده، المفروض ان انا موافق. في حاجه اسمها عملت انا، انا لو رحت اتخانقت في المدرسه هيضايقوا الولد في اعمال السنه، هيعاملوهم معامله وحشه في الفصل، وانا ما فيش في ايديا حاجه امسكها عليهم، مش هروح اقول ان الولد بيتعامل معامله وحشه، لكن لو اتضرب هقول ان هو اتضرب واعرف اخد حقي، لكن مش هروح اقول ان هو بيعامله بقرف. استاذ عبد القادر احنا كمان هنناقش موضوع يعني درجات اعمال السنه، معلش انا عايز اعيد اللي انا بقوله. لو في وزاره التربيه والتعليم في الجيزه سامعني، مدارس القوميه في العجوز هي طبعا تبع للدوله، تبع المجالس القوميه المتخصصه. الولاد بيدفعوا فلوس وما لهمش اماكن في الباصات، بيدفعوا فلوس زياده. دي تجاره يا سيد وكيل الوزاره او يا معالي الوزير، احنا بنتاجر بولادنا في المدارس. طب ما رحتش اشتكيت لي يا استاذ عبد القادر؟ يعني ليه ما رحتش الوزاره ورحت اشتكيت؟ كلمت مين يا استاذ عبد القادر؟ يعني دي هل دي اول شكوى مثلا من خلال برنامجنا، ولا كلمت حد من المسؤولين ومحدش استجاب؟ انا اتكلمت في المدرسه بس انا بصراحه ما صعدتش اكتر من كده. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا. احنا احيانا بنبقى مضطرين ان احنا نسكت، يعني مضطرين ان احنا نمشي امورنا. لا مش عايزين نضطر ان احنا نسكت يا استاذ عبد القادر. بعد كده يعني طالما انت معاك الحق يبقى انت تتكلم، وصوتك كمان اللي يبقى عالي. لا احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، بس عايز اقول لك ان هو بيقول لك ايه، يعني لما تروح تشتكي هو ده اللي موجود، ان كان عاجبكم مش عاجبكم خلاص روحوا بقى، ما تركبوش الباص. طيب انا ان هو احسن مدرسه في الكون يعني. طيب احنا عايزين نجاوب على سؤالنا، ولكن بس يعني معانا هبه على التليفون. صباح الورد عليكي. صباح الفوز. اهلا بيكي، اتفضلي. ربنا يخليكي. لو سمحت انا عندي مرحلتين تعليم في البيت. كام وكام؟ عندي مرحله ابتدائيه ثالثه ابتدائي تدريبي. ايوه. وعندي اثنين توأم ثالثه اعدادي. تمام. فاولا نقول ثالثه ابتدائي مناهج كتير. وقت مش مكفي. الام دلوقتي بقت البابا اللي قاعد في البيت عشان كلمه ذات. انا ابني النهارده نازل عشان امتحان متر. من امبارح عمالين نذاكر، مش من امبارح، احنا بقالنا ثلاث اربع ايام بنذاكر ماده اللغه العربيه النهارده. نعيد ونزيد مع الطالب او الطفل، ما كانش حاجه اسمها مذاكره. استاذه هبه هستسمحك بس عشان احنا عايزين نتكلم عن نقطه نقطه. هل انت شايفه بعد كم المذاكره العظيم ده ثلاث اربع ايام والولد مضغوط وحضرتك كمان مضغوطه وخايفه، هل هو بيستفيد او هل يعني على المدى الطويل بقى في بعد هيستفيد، ولا هو ما فيش اي نوع من انواع الابداع، مجرد ان احنا قاعدين بنخزن؟
ما فيش اي استفادة من اللي انا بقراه لابني في الكتاب. ما فيش عبارة عن منهج متكدس ولازم نخلصه في مرحلة معينة، فلازم نخلصه قبل شهر 5، لازم نخلصه بسرعة. الطالب طالب يروح المدرسة عمال يحشي في دروس ويحشي في مذاكرة، يجي يا دوبك يقلع الهدوم نقعد على المذاكرة. حضرتك طبعا محافظة ايه يا استاذة هبة؟ نعم، محافظة ايه حضرتك؟ محافظة بورسعيد يا فندم. بورسعيد. انا عايزة اضيف لحضرتك على حاجه كمان اللي انت حضرتك بتقوليها، يعني من خلال خبرتي الصغيره يعني مع ابني، بيبقى كمان ما فيش وقت في الترم الثاني. الترم الثاني ده بيبقى صغير جدا كمان، يقعدوا يعملوا لك في حفلات في المدرسه وحفلات لازم تحضريها. طب يا جماعه ما تلغوا الحاجات دي. احنا دلوقتي داخلين على مرحله الابتدائيه، طب المرحله الاعداديه اللي انا عندي 2 توام في نفس المرحله ولازم نخلص بسرعه عشان انا أسابق الوقت اللي هما مدينهولي ان انا لازم قبل يوم 14/5 اخلص منهج. طبعا مش عايزه اكلمك عن منهج ثالثه اعدادي اللي هو لا يعني ملهوش لازمه، ملهوش لازمه نهائي، وخصوصا ماده التاريخ، ماده اللغه العربيه مش عايزه اقول لك يعني حشو في مخ الطالب. هو يعني انا عندي ابن وبنتي يجي يقولوا لي ماما احنا هنستفاد ايه من الحاجات دي؟ عندهم من دوله المماليك لغايه الدستور، الدستور حاليا هنقول لازم الطالب يعرف، بس مش في كم، مش في الوقت اللي مضغوط فيه 3 شهور. عايزه اقول لك يا استاذه هبه انه للاسف، ويعني للاسف ان انا بقول كده على الهوا، ان في اجيال كتير قوي ضاعت في التعليم واحنا منهم، لان احنا حفظنا اكتر ما فهمنا وحفظنا اكتر ما استفدنا، ويمكن في اجيال كمان كتير بتتعرض لده. لا ده انا هقول حاجه وصريتك حاجه كمان، انت راضيه بكل اللي وزاره التربيه والتعليم بتقوله لك، وانا راضيه وبمشي ما يرضي الله وببقى مع عيالي ومعلش ونذاكر وان شاء الله هناخد تقدير كويس وهناخد درجات كويسه. نيجي بقى ماده تصحيح الشهادات، الشهاده الاعداديه والشهاده الابتدائيه، تبص تلاقي الطالب طالع من الامتحان عملت ايه يا حبيبي؟ حلينا وبنراجع مع المدرس كلمه كلمه، نفوجئ واحد النتيجه ان ابني ناقص درجتين 3 أو 4 درجات، نعمل اعاده تصحيح نلاقي الورقه السؤال ما اتصححش. دي كارثه كمان، ان كمان الطالب ما بياخدش حق. لا والكارثه حضرتك ممكن اثناء اللجان، انا اثناء اللجان وبقولها على مسؤوليتي الشخصيه، ان بيبقى اثناء اللجان المدرسين بيغششوا غلط، المدرسين نفسهم بيغششوا غلط. حضرتك احنا وصلنا مرحله الغش اكتر، انا ببقى واقفه قدام اللجان، احنا دلوقتي في لجان بيبقى في نت شغال اثناء اللجان ثالثه اعدادي، وفي ورق بيتدخل من المدرسه للطالب للجنه الفلانيه ده متوصي عليها، انا ببقى شايفه بعيني وعملت كذا محضر في مديريه التربيه والتعليم، بيجي يشوفه بس بعد كده برضه بيبقى خلاص راح، يعني راح تعبك مع طالب مجهوده راح. تعالي تروحي اعاده تصحيح، انا لسه نتيجه اعاده تصحيح لابني ظهر امبارح، انا عامله في ماده الانجليزي لابني، انا رحت لقيت سؤال ما اتصححش، المفروض ده السؤال عليه درجتين، ابني اخذ نص درجه. طيب يا استاذه هبه، انا يعني مقدرين المعاناه اللي بتعانيها، وقولي الحمد لله ان هم حتى سمحوا لك انك تشوفي تصحيح الورق حقها. طبعا في حقوق كتير قوي النهارده بتستعبدوا كل الاولياء الغريبه، بس برضه مجهود ابنك ان انت راضيتي بيه وثلاث شهور بتكدسيه. طيب فكرتي تنضمي يا استاذه هبه لحمله التمرد ضد المناهج التعليميه؟ انا فعلا انضميت ليها وكتبت كل فعلا انا يعني بصي احنا عايزين زي ما بقول بارقة نور، عايزين صح. اي حاجه عايزين نلحق الجيل اللي جاي. صح يا استاذه هبه، انا معاكي جدا وبحييكي ان انت انضميتي للصفحه، واي حد في ايده اي حاجه ما يسكتش ويكمل فيها ويشتكي لحد ما الدنيا او المنظومه دي كلها تتصلح، لان في الاخر دول يعني ولادنا وشبابنا. صباح الورده لحضرتك وبنشكرك. عايزه ارجع بقى ليكي تاني، ويعني الامهات تعبانه وبتعاني. لينا 10 مطالب. هقول لحضرتك اول مطالب مني. تغيير المناهج اهم حاجه انها تتناسب مع العمر، مع عمر الطالب. تتناسب مع الفتره الزمنيه اللي احنا الطالب هيذاكرها. طبعا الام طبعا هي اللي بتذاكر اي نعم مع الطفل، بس هو عايزين ان المناهج تتناسب مع عمره، مع الوقت، مع يعني فهميني حضرتك ان ما ينفعش المنهج والتكدس. طب ما تيجي نتكلم بشكل ادق شويه بشكل عملي، ايه يعني نتكلم مثلا عن ماده ماده، يعني نبتدي بمأساة حياتي انا السوشيال. سكتي، بصوا سكتت خالص استاذه هنا. انا معايا كتاب السوشيال، جايبه كتاب السوشيال. طب ما تطلعيه كده برده وريه لنا. طب على بال ما تطلعيه ناخد معانا استاذه ايناس. على بال ما تطلعوا الكتب استاذه ايناس، صباح الورد عليكي. الو، صباح الورد على حضرتك. الو، صباح الخير. صباح الورد، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. عاجبني قوي موضوع الحلقه النهارده.
بصراحة من أول ما بدأت امتحانات الميد ترم وأنا حاسة بمأساة بقى. المأساة اتجسدت بقى قدامي. أول ما بدأنا بقى إيه نراجع اللي إحنا خدناه. طب حضرتك بس الأول قولي لنا المراحل التعليمية أولادك. ابني في سنة رابعة ابتدائي وبنتي في كي جي 1. تمام. عاملة إيه في الساينس بتاع رابعة ابتدائي؟ الساينس أنا بقول يا دكتور هشام من دلوقتي. اتفضل ذاكر يا دكتور هشام. يا ماما في التريقيت. لا عايزة أقول لك أصعب ساينس هو بتاع رابعة ابتدائي. يعني يمكن بتاع ستة لا لطيف مش وحش. والله العظيم. حاجات دي انا خدتها في اولى طب. حاجات لها علاقه بالهيستولوجي والفيسيولوجي. ايوه انا مش مصدقه. انا وانا بذاكر معاه اول مره السن درس السن ايه ده يا هشام انتوا عليكم السيتوبلازم وعليكم حاجات بتاعه طب مش معقول مش معقول ان هيستفيد منها مش مقتنع اساسا ان في استفاده فعلا. طب انضميتي التمرد ضد المناهج التعليميه ولا لا؟ دخلت. انا نفسي حد يقول لي ما دخلت. خلاص على فكره انا فرحانه قوي بكل الامهات واولياء الامور اللي بيتكلموا سواء كان ستات او رجاله كله بينضم وكله عايز يسعى وكله عايز يعمل حاجه ايجابيه كمان لاولاده. اصل فعلا مش اوبشن. هو فعلا احنا لازم. انا فعلا كنت بحلم ان حد على فيسبوك يكون عنده الجراءه ويقدر يلم ناس ويعمل حاجه زي دي. فعلا كان حلمي وساعات كنت افكر ان انا اعمل كده بس كنت اقول ايه الناس سلبيه. لا خلاص ايه كل لا ما احنا خلاص بقينا ايجابيين مش هنسكت على اي حاجه بعد كده تضايقنا. وبعدين هما مش عاملين مش يعني احنا كلمه ثوره دي احنا يعني اللي بنقولها مجازا. هما مش عاملين ثوره ولا حاجه. هما عايزين مستقبل يعني محترم لاولادهم. اكيد اكيد كلنا محتاجين اولادنا يبقوا في مستقبل. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان. يمكن الصفحه دي بتتكلم عن الموضوع كله كمان بشكل عام. طبعا انا بحييهم ولكن اذا في نقطه معينه مضايقه حضرتك او يعني بتواجهيها مع اولادك ممكن تعملي لها كمان لوحدها صفحه. يعني نقطة معينة او مشكلة معينة بتقابله كل يوم في المدرسة. احنا نعم على الصفحة كده طبعا. ان الفيسبوك زي ما بيقولوا عليه ان فيه عيوب. لا انا شايف ان فيه مميزات فظيعة. طبعا ومميزات موجودة معانا اهو. بيعمل ضغط جامد. بيعمل ضغط ضد اي حاجة غلط. صح. بيحرك الناس اللي بيبقوا عندهم نفس المشكلة. وحملة التمرد على المناهج التعليمية دي اثبتت فعلا ان الناس ممكن تبقى قوة لو متضايقة من حاجة او في حاجة مش عاجباها. واحنا بقالنا مدة في الوضع ده. ومنهج سنه رابعه بتاع الساينس ده مش مكتشفينه السنه دي. ده كل سنه كده بس الناس خلاص بنذاكر وخلاص بنجيب دروس بندوش وخلاص بنجيب كتب خارجيه وخلاص. لا وعايز اقول لحضرتك على حاجه. الكتاب والله العظيم ثلاثه الكتاب ما تفهمي منه حاجه. يعني الكتاب انتوا عايزين تقولوا ايه فيه؟ يعني الكتاب بجد عقيم قوي. يعني تحديدا يمكن انا بتكلم على الساينس تحديدا. بمناسبه الكتاب هل المسؤولين عن المنظومه التعليميه مش عارفين ان الكتاب ده ما ينفعش يتذاكر منه؟ يعني انا عمري ما والله ما فتحت كتاب الساينس بتاع ابني هشام. بس ممكن اديكي بارقه امل بجد. احنا اول امبارح كان معانا على التليفون استاذ بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم وادانا وعد ان السنه الجايه بجد ان السنه الجايه كل المناهج من ابتدائي لثانوي هتتغير. وقال كمان ان هم هينزل في الوقفه بتاعه حمله التمرد ضد المناهج التعليميه علشان يطمن الناس. انا يعني بجد يعني انا وشايفاه امبارح اتكلم في كذا برنامج ان انا مستبشره خير. يعني بجد من اللي انا شفته امبارح انا ان شاء الله مستبشره خير. يعني استبشري انت كمان. معلش فكره سته ابتدائي الحاجات اللي بيعتبروها بعبع دي نفسي كمان تتغير. يعني الناس تبقى تحت ستريس وضغط. شهادة الابتدائية الاعدادية لا ما ينفعش برضه نحطهم تحت ضغط. ان احنا بنشجع الدروس. انا شايفة ان احنا كده بنشجع الدروس. استاذة ايناس اسمحي لي بقى احنا لا هنشجع الدروس ولا هنشجع الكتب الخارجية ولا هنذاكر الكتاب زي ما هو موجود. هيبقى في اعتراض هيبقى في صوت عالي في الحق. طالما في الحق يبقى صوتنا هيبقى عالي ومش عايزاكي تيأسي. وصباح الورد عليكي. ربنا يخليكي ميرسي قوي. صباح الورد على حضرتك. طيب احنا طبعا نفسنا نتكلم معاكم ولكن الناس اكتر حابه ان هي تتواصل معاكم. الناس فعلا بيزعلوا جدا ان الدور بيتقفل شويه عشان يبقى في بوست مهم على طيب احنا كمان انا عارفه ان انت عايز تقولي حاجات كتير وحقك تقولي بس ناخد بس معانا استاذه رانيا على التليفون. صباح الورد عليكي. صباح الفل عليكم. اهلا بحضرتك اتفضلي. انا مبسوطه منكم جدا جدا. ربنا يخليك. بحييكم قوي. ده شرف لي. وطبعا انا انضميت لحمله التمرد. ايوه قلبا وقالبا. ايوه كده. وطبعا نفس المطالب اللي هم بيطالبوا بيها تغيير المناهج وتخفيف المناهج على الولاد. انا ولادي في خمسه ابتدائي وفي ثانيه ابتدائي. تمام. وطبعا بعاني معاهم في المذاكره وكرهنا وقت المذاكره وكرهنا وقت الدراسه. بس انا عندي برضو نفسي نقطه يتكلموا فيها وهي ان الترم بيبقى قصير جدا.
الترم الثاني تحديدا كمان. والله والترم الاولاني انا بحس ان الوزاره بتبدا يعني تبقى عايزه تاخر الدراسه على قد ما تقدر. يعني احنا السنه دي مثلا اخر ايه يعني الترم وقته قصير والمعلومات والمذاكره كبيره فوق مستوى الطالب العادي وما بيقدرش يستوعبها كمان. بالظبط لان هو التعليم مش في الكم كمان لازم يبقى فيه استمراريه في التعليم. يعني احنا ليه ما نقلدش المدارس الانترناشونال انت ولاد حضرتك مدارس ناشونال ولا حكومه؟ احنا مدارس ناشونال عاديه ناشونال. احنا انا حاسه ان احنا مع احترامي للمدارس الحكومه والمدارس الخاصه احنا زينا زيهم يعني. يعني احنا بندفع اكتر منهم بس برضو انا بحس ان احنا ما بناخدش اي. انت عارفه ان انا لسه كنت بتكلم امبارح مع يعني بنتكلم مع صحابي بقول احنا بكره جايبين كذا وبتاع فبيقولوا لي طب ما احنا كده بندفع يعني بندفع مصاريف كتيره جدا وبندفع دروس وبندفع مش عارفه ايه ونجيب كتب خارجيه. والله العظيم بنقول طب ما ندخله مدارس حكومه بقى اوفر وكده كده هياخد دروس كده. هو لولا ان الواحد عارف ان المدارس الحكومه يعني مأساة شويه في الاعداد ومفيش تعليم بقى خالص ولا يا استاذه رانيا يا استاذه رانيا انا حاسه في يعني في نبره صوتك كده بيأس. احنا مش عايزين يأس. لا والله يعني احنا لا بالعكس صباح الورد هنا احنا مش عايزين يأس بالعكس احنا عايزينكم تاخدوا امل ويعني ان شاء الله اللي جاي احلى. ولكن عايز اسالك هل في يعني اعتراض حصل منك باي شكل من الاشكال قبل ما تكلمينا ولا مجرد ان انت دخلتي بس على الصفحه دي بدايه الاعتراض؟ انا طول عمري بتكلم مع اصحابي وبتكلم على الفيسبوك على موضوع التعليم ده وانه ازاي المناهج عامله ضغط علينا وعلى الولاد وانه برضو على موضوع ان مده الدراسه قليله جدا قصيره جدا. بس طبعا انا لما لقيت الحمله دي مسكت فيها وهم كلهم حتى قالوا لي يعني انت ايه ادخلي في الحمله دي يعني. ولكن ما حاولتيش يعني توصلي لاي حد من المسؤولين مثلا؟ لا طبعا لا بس ان شاء الله عندي امل بقى ان شاء الله صوتنا يوصل وربنا أكيد كريم ان شاء الله. اكيد صوت حضرتك وصل وطالما دخلتي الصفحه يعني وامهات مصر كلهم ايد واحده وصباح الورد عليك. طيب هناخد اخر تليفون ونرجع لكم بقى ايه نقعد نتكلم معانا. استاذه سمر صباح الورد على حضرتك. الو صباح الخير. صباح الورد على حضرتك اهلا بيكي اتفضلي. انا بس مع مدام رانيا ان فعلا هو مش حاسين بيأس. احنا طفوله عيالنا اتقتلت. ان انا اقعد مع بنتي اللي هي انا بقى انتوا يا جماعه بتتكلموا في رابعه وخمسه لا انا بتكلم في برايمري 2 انا بقعد بنتي تذاكر ماس بالثلاث اربع ساعات رئها بينشف من العد. كم الشيتس اللي بتاخدها يعني بيرجعوا لنا حاجات كتيره جدا. انا بقعد اذاكر قبلها عشان اقدر اذاكر لها. ايوه ده دي حاجه. تاني حاجه لما تقابلي مع السوبرفايزر المدرس الموجود اللي هو المفروض اللي هو مراعي ان دول ثانيه ابتدائي يقول لي في ثلاث درجات ما تدوريش عليهم. طب ليه ما ادورش عليهم؟ قال لي لان ده تريكي. حاجات طب ما الحاجات التريكي دي طب حضرتك اسمحي لي بس الحاجات التريكي دي ما هي ممكن البنت تكون حلتها صح فهل هي صحيحه صح او حلتها غلط برضو هتخسر الكام درجه دول؟ ما هو في بقى الثلاث درجات دول اللي انا ما ادورش عليهم غير الغلطات الطبيعيه اللي هي ممكن تغلطها. مظبوط. ايوه هو بيبقى فيه فعلا سؤال اسمه كريتيكال ثينكينج اللي هما بحاجه يعني دي للي مش متفوقين بقى يعني للنوابغ. تمام. ودي انا اللي بتكلم فيه معمول في كتب انا اللي بتكلم فيه انه حتى لو السؤال التريكي ده اللي هو عايز حد عبقري يعني حد جينيوس لو اتحل برضه هتخسر. في عبقره اوكي في عبقره المفروض ان هما من هما عندهم سنتين ونص عبقره بس ليه انا اقعد اذاكر والبنت تحس بعد كده الله طب انا مهما ذاكرت ولا ما ذاكرتش انا كده كده ناقصه الدرجه الثلاث درجات دول يجيبوا لها احباط من قبل ما تذاكر فالاحسن ان انا ما ذاكرش طالما انا هخسر. اللي هي ستوري بروبلم اللي هي اللي انا ما خدتهاش غير في خمسه ابتدائي اللي هي المسائل الكلاميه. ازاي مساله كلاميه يبقى فيها ثلاث مسائل جوه بعض ان مش عارفه مين اشترت ايه وفضل معاها ايه ومش يعني ان انا هيبقى فيه ديفايد. طب يعني حضرتك انضميتي لحمله تمرد ولا لا؟ انا مهما انضم انا بصي انا انضميت من لا احنا مش عايزين يبقى فيه نبره ياس في صوتك احنا عايزين يبقى فيه تفاؤل واحنا ان شاء الله يعني تابعينا من خلال فقرتنا ان شاء الله هيبقى فيه جديد ومن خلال كمان وزاره التربيه والتعليم وصباح الورد. اتمنى تراعوا طفوله يراعوا طفوله الاطفال تسع سنين ما تقتلهمش ما تخليهمش معقدين هيطلعوا متخلفين عقليا بسبب اللي بياخدوه. لا لا ان شاء الله ده مش هيحصل طبعا. واحنا بنشكر حضرتك وتفائلي كده. انا بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه كل اللي كلمونا وكل حتى اللي ما كلموناش الامهات واولياء الامور بشكل عام
يا جماعة لو كانت الصفحة دي ما عملتش حاجة، ما عملتش انقلاب او ثورة زي ما قلنا في الاول بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، ما كانش الاعلام هيسلط الضوء عليها، ما كانوش هيبقوا معانا النهاردة، ما كانوش هيبقوا طالعين في كذا برنامج تاني. فده اكيد ان المسؤولين خدوا ده في الاعتبار وركزوا فيه. عايز ارجع لحضرتك مرة تانية استاذة نهلة، احنا كنا بنتكلم على تعديل المناهج ازاي وبشكل يعني تفصيل. دلوقتي احنا عايزين تناسب عمر الطفل. يعني ازاي طفل يبقى عنده 9 سنين، انا بقول من كتاب السوشيال، احنا قلنا كتاب السوشيال اللي هو مغلب الامهات كلها، سنه كام؟ ازاي سنه رابعه، سنه رابعه ازاي يدرس التعدين وخريطه ويدرس اماكن، الاماكن كلها في الخرائط، ويبقى عليه ان هو يعمل ازاي يعني الطفل هيحفظ خرائط. في درس دلوقتي اسمه التاثير المتبادل بين الانسان والبيئه. ايوه عارفاه. والتعليم الصناعي تعريف البيئه العنوان كده، انا محتاجه ان انا اقعد اقرا الدرس واعمل سيرش عشان افهم. أيوة. اصلا ايه اللي حاصل. معلش انت قلت لي ده سنه كام؟ رابعه ابتدائي. رابعه ابتدائي وبيذاكروا الكلام ده. ودور الانسان في ظهور بعض المشكلات البيئه والتصدي لها، يعني ايه الكلام ده؟ انت عارفه ان انا ابني ساعات بيسالني يعني هو يعني ايه كده؟ انا نفسي ما بقاش عارفه اقيمها. والدوله الوسطى والدوله الحديثه، وبعد ما قعدت اديهم له الثلاثه ورا بعض ما بقاش عارف الفرق بينهم، بيتلخبط. ايوه. يدوني معلومه اسرائيليه على جنب، ان في عصر مين اتحفرت قناه السويس، علشان في قناه كان حفرها ملك زمان. تمام. يعني وبعدين يجيبوا له بقى السؤال الاسرائيلي ده في قلب الامتحان او في البراكتس. هو مش مطلوب مننا ان احنا طب هو مش عارف، يعني هو ده سؤال اقرائي، معلومه هو بس عارفها فعلى ماشي هو ماشي. طب احنا عايزين بس عشان احنا نلحق، استاذه نهله انت قلت لنا على التعديل انه يقللوا شويه في المناهج حسب قدرتهم. عايزين تقسيم السنه يعني نظام كوارتر اربع فصول، وكمان الترم اللي احنا بنمتحن فيه ما نمتحنش فيه. الترم الامتحان ما نمتحنش. انا معاكي جدا. الامريكان والانترناشونال بيعملوا كده، اللي بيمتحنوه في اول كوارتر خلاص قلدناهم، بس ما عرفناش مش بنمتحن تاني. ازاي ابني يكون لسه مخلص امتحانات ميد ترم وخلص شهر وهنرجع تاني نمتحن اللي احنا امتحناه؟ طب هو نجح اللي في الخارج في درجات، ليه بيقتلوا الابداع فعلا عند الطفل؟ انا عايزه اقول لكم على حاجه، ليه هم استخدموا الطفل اداه للتخزين؟ عارفين لو المعلومه سهله وبسيطه والطالب حابب ان هو يعرفها، هقول لك ان ما فيهاش مشكله. هو ان الوزاره فكره بقى ان انت بتعيد حاجه هي اصلا لود عليك وعلى مامتك اللي بتذاكر يعني، وعلى كمان باقي المنهج الاولى اعدادي. فده مش ده ايه؟ ده بتاع لغه عربيه، ده الترم الاول. انا مش قادره انسى شكل بنتي وهي قاعده بتذاكر ده. ده اولى ده كام؟ ده اولى اعدادي الترم الاول. لا ما وصلتلوش لسه ده. 12 درس في يعني 3 وحدات، كل الوحده فيها 4 دروس، 2 قراءه و2 نصوص. وتخيلي النصوص بقى مواطن جمال ولغويات مالهاش حصر. وليه الشاعر قال الكلام ده وكان حاسس بايه وهو بيقول الكلام ده؟ يعني ليه كل ده؟ ليه كده؟ بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، انا يفضل يعيط. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، خلينا متفقين وزاره التعليم احنا اداه للتعليم، يعني ان احنا ناخد المعلومه الطفل وسبع فصول قصه. طيب بس احنا خلينا متفقين على حاجه مدام اماني ومدام نهله، يعني بعض المواد اكيد بنحتاجها، يعني اكيد بنحتاج ان هم يعرفوا مثلا التاريخ. انا ضد ماده الدراسات الاجتماعيه او السوشيال دي تماما. تماما. ليه؟ لان فعلا في معلومات كتير جدا حشو. ليه؟ انا مش ضد ان هم يعرفوا تاريخ بلدهم، لكن مش من ايام دوله المماليك والتفاصيل واحمد عرابي والتواريخ كتير. يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني نص المنهج ده كفايه جدا ان هم يدرسوه، يعني نصه كفايه جدا. يعني سته ابتدائي السنه دي واخدين درسين نصوص بدل السته اللي بياخدوهم دول ويحفظوهم كويس ويفهموا. السوشيال الساينس يا اماني الوحده الاولى كام درس؟ 5 دروس. ده في ايه؟ في الساينس؟ في الساينس. والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وتركيب فك، خلاص هيخرج فعلا على كل تركيب فك الاسنان ومصطلحات علميه كبيره. وكم عدد السنان فوق وكم عدد السنان تحت؟ لو الطفل لغات ومصطلح كبير والحفظ عليه كتير، ليه ما بنديناش مناهج بتناسب عمرهم؟ ده حقيقي. انا حاسه انهم بيقتلوا الابداع عند الطفل فعلا. هم خدوا صعب شويه بس يقلل، يعني ياخدوا الكم يبقى قليل. يعني لو درسين كتير يبقى ياخدوا 5-6 دروس، درسين دول هيفهموهم كويس مش هيحفظوهم، هيفهموهم. طب استاذه اماني رد فعل بقى اولادك كان ايه؟ يعني بمجرد ما شافوا ان انت عملتي الصفحه ومعترضه وبالفعل واقفه معاهم، لان استاذه نهله قالت حاجه، قالت انا اوقات بجبر ابني ان هو يذاكر وبضغط عليه وبضربه وبين ان انت غلط عشان يذاكر. فطبعا هو بالتالي بيحس ان هو اللي فيه المشكله، يعني دايما يقول انا اللي غبي، انا اللي مش فاهم، انا اللي عندي المشكله. وليه بقى ابنك كان ايه رد فعله؟ فرح وقف معاكي دخل بقى على طول عمل لايك للصفحه؟ طبعا اكيد. هما الاثنين ثريا ومحمود الاثنين، عشان هما الاثنين اللي عندي كبار ما شاء الله ربنا يخليهم، فهم الى حد ما يعني واقفين معايا، ويعني هما طبعا لسه مش مستوعبين اللي بيحصل، قلقانين. يعني انت عارفه انا امبارح شفت صور عندكم على الصفحه، او يعني خبر فتره ما بزعقش، بحاول اتعامل معاهم براحه حتى لو ضربوا كده. بصراحه هو
كفايه عليه. لا هو كفايه عليه اللي هو فيه يعني. هو مش هيتحمل معلومات اكبر من سنه وده كفايه الشنطه. ما انا عايزه اقول لك في حاجه كمان، اللغه العربيه بعد العذاب ده كله في الاخر تنقص درجات لا يمكن حتى ان هي تقرب من فول مارك. ليه؟ عشان في 10 درجات عمل سنه و15 درجه تعبير. عمل سنه دي حاجه اسمها يعني ملك. احنا عايزين احنا لازم نبقى يعني سريعا عمل سنه نتيجه الفول ناقص بس عشان التعبير المدرسه بتاعتنا اللي بتتعمل اللي احنا بنعملها اللي احنا اولياء الامور بنعملها. طلب منا اكتيفيتي الام والاب هم اللي بيقعدوا يعملوها ولا يعرفوا عنها حاجه. درجات اعمال السنه دي المدرس بيضغط بيها على الطالب وهي الصراحه ملهاش اي لازمه ولا ليها اي معنى. يعني انا بتخلي احسن بتخلينا احنا في ايد المدرس. بالظبط تحت السيطره. تحت السيطره. ليه نعمل كده؟ ليه يعني يجي الطفل يقول لي ماما معلش انت ما عملتيش اللوحه فانا نقصت 5 درجات. طيب خلينا نتكلم على الخطوه اللي جايه هتعملوا ايه؟ احنا لو انت احنا لحد دلوقتي احنا نزلنا المطالب بتاعتنا البيان علشان احنا بس مستنيين ان المطالب دي تتحقق. احنا محتاجين المطالب دي تتحقق. هي انتوا اتكلمتوا في تعزيل المناهج، اتكلمتوا ان انتوا عايزين تقسموا لاربعه فصول دراسيه. تمام. الغاء اعمال السنه. الغاء اعمال السنه. مش عايزين الكمبيوتر والانشطه والرسم تحط في المجموعه لان دي مواهب. دي حاجه يعني بتتوقف. دي اقارن ما بين طفل موهوب وطفل تاني مش موهوب. ده تمييز وتمييز عنصري كمان. يعني لما انا طفل موهوب في الرسم جدا ويعمل لوحه حلوه وطفل تاني لا فدخل درجات قليله فبتقلل في المجموع الكلي عنده. ماده الكمبيوتر برضه احنا مش عايزين كمبيوتر نظري ملوش اي لازمه. مش محتاجين كتاب الكمبيوتر النظري ده نذاكره كمان في اعدادي. انا بنتي جايبه لها كتاب خارجي في الكمبيوتر. عايزين نلغي الدرجات. تخنق انا ابني لسه امبارح بقول له احنا هنخلص امتحانات الميد ترم يوم الاثنين. قال لي لا احنا لسه عندنا امتحان يوم الثالث. قلت له يا ابني الجدول انا فاكره انه يوم الاثنين. قال لي الثالث عندنا كمبيوتر. فالكمبيوتر بقت ماده بنقعد حاجه ثانيه كمان. يعني انا بمتحن ساينس عملي نظري. أيوه. يعني ايه انا اخش امتحن ساينس عملي على الورقه بتعملي بقى الحاجه ومستفزه جدا. بيجي لنا شيء 3 ورقات في كل التجارب العلميه المفروض يدخلوا اللاب يعملوها وتحفظ هي حبيبتي 3 ورق. انا ببقى حزينه بجد. طيب سريعا استاذه نهى انت بتقولي احنا عايزين نلغي الدرجات غير ده درجات الاعمال السنه يعني. لا يعني درجات تبقى نظام تقديرات. تقديرات. عشان نلغي فكره الحفظ ان الطفل يبقى مقيد بفكره علشان الحفظ يجيب الفول مارك ان هو يبقى اداه كده للتخزين. مش لازم الفول مارك. يعني يجيب تقدير كويس يبقى في ماده ويبقى متفوق فيها. بلاش حته الدرجات دي وابقى مقيده. طيب اخيرا في بس مشهد انا دايما بشوفه يمكن انا يعني لسه ربنا ما رزقنيش باولاد ولكن بشوف دايما الطلاب وتحديدا الصغارين شايلين شنطه على كتافهم كانهم شايلين طوب وكتب مدرسه. بتعملوا ايه لما بتشوفوا المشهد ده في الحقيقه؟ انا بشيله لغايه الباص. بشيل الشنط. احنا بنشيل الشنط لحد انا جالي غضروف دلوقتي ما اقدرش اشيل الشنط. طب يعني حضرتك انا بقى كبيره في المأساة دي. حضرتك كبيره انا بشيلها ايه اللي جالك غضروف؟ هو يعني ماشيه شايله شنط سيبيه. يعني انا ببص له وغير بقى لما يوصل المدرسه يطلع كذا دور. معلش يا مامي شيلها لي شويه. طيب اخيرا اخر حاجه هل في حد تواصل معاكم من وزاره التربيه والتعليم غير استاذ بشير اللي طلع على التلفزيونات؟ لا لسه خلص. احنا بنقبل ان شاء الله ان يبقى في تواصل من خلال وزاره التربيه والتعليم مع حضراتكم يبقى في فعلا استجابه للمطالب. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا استاذه نهله سيد حسن مسؤوله بصفحه التمرد ضد المناهج التعليميه. صباح الورد على حضرتك. استاذه اماني محمود عبد الحكيم مسؤوله بصفحه التمرد ضد المناهج التعليميه بنشكركم وصباح الورد على حضراتكم. واحنا حلقتنا خلاص انتهت وخلصت ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. واللي عايز يشترك من خلال يعني الحمله الصفحه موجوده بالعربي صح على الفيسبوك وملهاش اي توجهات سياسيه خالص. يعني احنا امهات عاديين جدا احنا بنحب ننوه على الموضوع ده كتير عشان محدش يحكم غلط. بنسعى بس عشان نحسن التعليم ولا في توقيعات ولا اي كلام ده خالص اكيد. واحنا كمان طبعا من خلالهم برضو احنا بنناشد وزاره التربيه والتعليم ان يا ريت يكون في انتباه للموضوع ده ونحل كمان الازمه دي. زي ما استاذ بشير حسن قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ان تعديل المناهج يتم ان شاء الله السنة اللي جاية. صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. وصباح الورد.